خلي نحكي لك مقارنة بين حالتين كنت قبل 2003 وبعد 2003. نعم. قبل 2003 واحد من الجنود على الحدود بمجس جوي أرسل برقية وصلت للقائد العام يقول بها السوريين أنشأوا ساتر ترابي داخل الأراضي العراقية بتهاون من ضابط عراقي كان معهم. أي. وانقلبت الدنيا وأنا راجع بعد لي صار لي يعني 3 أيام اشتغل هناك وراجع توني وصلت لبغداد. أنا كنت أمر كتيبة مساحة وأنا اللي اشتغل هناك بالميدان وكنا نعدل الساتر لأن بيهن تجاوزات ونعدل عدل جندي بخطأ معين الصور نقل معلومة والله العظيم وصلت للقائمة أخذت الوفد واحد من الحركات العسكرية واحد من التخطيط مدير التخطيط وطلعت بيهم وأحكي لهم بالطريق بالخرائط وبالإنجاز وبالتقارير السابقة قالوا كلها نعم أريد نشوف على الأرض. وصلنا لهناك وإجي وشوفناهم الدعامات اللي منشأة عام 32 و33 مال سايكس بيكو واللي عددها 86 دعامة بيننا وبين سوريا وبالضبط هذا كانت ما بين القائم وبين وادي صواب. نعم. ونزلنا هناك وإجوا وشافوها قالوا له بابا وينها؟ قال له سيدي هذا الأخ السيد العقيد الركون هو اللي كان وياهم وسمح لهم. قال له زين وين الدعامة؟ قال له سيدي هاي. قال له واللغ؟ قال له ذيج. قال له هذا الخط مال الساتر وين ده يمشي؟ قال له يمشي بيناتهم. فقال له وليدي قلبت الدنيا أنت لو مو شوية صدام حسين عدم الرجال وكبابا شنو هذا التصرف؟ شوف معلومة من جندي زين هسه إحنا هسه حالتين عندنا صارت أرتحكيها حالة ما قبل 2013 وحالة ما بعد 2013 آخر ما قدمناه بال 2013 بدأ الضمور والانضحلال وإلى آخره اضمحلت كل فعالياتنا. أنا رجل متابع والموضوع يهمني وأنا رجل مهتم به سواء كنت بالخدمة أو طالع هذا الملف أعتبره ملفي الشخصي وأنا دا أشتغل عليه صار لي أكثر من 30 سنة فما من حقي إذا كان عندي صديق صار له وياي 30 سنة أن أتركه بيوم وليلة لو يقبرني لو أقبره.